السلام عليكم، اهلا اخواتي اهلا خوتي، مرحبا بكم في قناه يوميات بسمه وامها. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس. قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جينا نخدموا معكم كاطو تاع الهليلات، طلبات مني هالاخت. هذا كاطو اقتصادي بكاس تاع زيت، كاس سكر، زوج حبات بيض، شويه كاوكاو محمص وملحي رقيق، وهذا عطر اللوز، و 450 فرينة، مغرفة زبدة، هذه إضافة تزيد لها طراوة وبنة، خميرة كيميائية واحدة. هنا حطيت بسم الله مغرفة تاع زبدة، قرصة ملح، زوج حبات بيض، كاس تاع سكر، خلط بالفوي بيض الزبدة، كل شيء يكون في المطبخ. هاد الحوايج ما تخرجوهمش من الثلاجة، لازم يكونوا في المطبخ. شوفوا استخدمت الفوي ولات ناعره شكل كريمه. هنا ضفت عطر اللوز، نتوما ديروا اي نوع تحبوه، البنه تاع اي حاجه. انا كي خدمت بالكاوكاو حبيت ندير بنه اللوز، ضفت كاس تاع الزيت، نزيد نخلط بالفوي ولا بيديكم ولا بالمغرفه كيما تحبوا. انا مع الاقتصاد، كلشي ديروا كلشي جود موجود، حاجه اللي كاينه في الدار. هنا نبدا نضيف شويه فرينه ونغرب الكيس خميره كيميائيه. الخميره دائما غربلوها، مهما تكون عاد كي شريتوها لازم نغربلوها باش ما يبقاش فيها الحبيبات. الفرينه تاعي اللي مغربلاتها، مهما تكون مغربلينها قبل ما تبدو في الخدمه غربلوا الفرينه باش تجيكم خفيفه. انا درت 4 تاع الكيسان، واللي تحب الميزان دايره 450، وكل وحده على حساب الفرينه تاعك، اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، كان البيض تاعها صغير كان البيض تاعها كبير. كنت تحصلوا عليها على عجينه كيما تاع الصابلي، ماشي يابسه وماشي طريه بزاف. دوك تشوفوا معايا القوام تاعها. هنا الفوي تقال لي، نستخدم صباعي نلمها بالاطراف تاع اصابعي، نبدا نضيف الفرينه بالعقل باش ما تيبسلناش العجينه. راني شاعله الكوشه ونقصت لها على نار هاديه. حطيت لي 450 غرام تاع فرينه، معنا الحبه تاع البيض تاعي صغار. شوفوا جات كيما الصابلي، عجينه طريه. حطوها. هنا عندي كاوكاو كنت محمصاتو مقشر، ما فيش قشور هذا النوع، ورحيتو في الرقيق. راني ندير حربوش كما تشوفوا، تحبوا ديروا حربوش طويل وتقطعوهم، تحبوا ديروا بالحبه. نبداو كما تشوفوا كان العجينه طريه، تدين ترفد الكاوكاو. تحبوا كاوكاو اللي عندها اللوز ماذا بيها، بصحتكم. تشوفوني ندير الهليلات، نقطع بالسكين ونزيد عاود نلوي الحربوش اللي بقى لنا، ينباع في المحلات، يجي شيش وبنين ما شاء الله، ماذا بينا نديرو في الدار. هو داكم تشوفوا اقتصادية ويغرم لنا بالزيت. دايما حطوا شويه كاوكاو باش هذيك الحبه تاع الكاطو ترفد الكاوكاو، تزيد لها بنه. حتى تكملوا كامل الكميه حطوا الصينيه، ديروا فيها فرشوا بابي كويسون ولا ديروا فيها شويه فرينه. هي كي ديروا بابي كويسون باش الكاطو تاعنا ما يلصقناش فيه الفرينه من تحت احسن. نكمل كامل الكمية وندخلهم في الكوشة، راني شعلتلو من تحت. كم تشوفو فرشت بابي كويسون، ديرت الحبات، ندخل الكوشة، راه شاعل من تحت. كي نشوفو الحبة زاد ضعف الحجم تاعها، حسو بيها حمرت من تحت، نعاودو نشعلو من فوق. هادو الحبات اللي بقاولي في الأخير ضفت صينية أخرى.
دخلتهم خلوهم يتحمروا كما تحبوا نتوما، تحبوا تخليهم يبيضين تحبوا تخليهم يتحمروا مليح. زيدوا نحمروا هاد الحبات اللي بقاو، خلوهم حتى يبردوا عاد حطوهم في طبسي باش ما يتفتوا لكمش. راه معنا جاهز. نحل معاكم حبه، راكم تشوفوا راه تتفتت ان شاء الله. الاخت اللي طلبت مني جربوا وينجح لها يا رب، وبارك الله فيكم، وشكرا على التعليقات الرائعه تاعكم، ربي يجازيكم كل خير، وما تنساو لي الجيم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.